بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المقطع خبركم ليش أنا أوصي الزملاء وكذلك الطلبة باستخدام اليوتيوب كمنصة للتعليم. هناك بعض الأشياء اللي هي ممكن تتعدى في اليوتيوب بحيث أنها تقلل من استهلاك البيانات وكذلك تجعل استخدام اليوتيوب تجربة مفرية للجميع. بداية نبدأ بصورة من محاضرات اللي هي موجودة هنا على اليوتيوب، هي unlisted معناتها تظهر عند الطلبة يعني فقط اللي عندهم الوصلة. هذا شيء ميزة إضافية، هي ليست العامة وكذلك ليست خاصة، فأنا في ميزة unlisted بالنسبة لليوتيوب بالنسبة للمستخدم. الشيء الآخر إنه في اليوتيوب في عندك خيارات، ممكن تأخذ ميني بلاير، ممكن يكون فول سكرين، ممكن يكون ما تعرفين يعني، ممكن يكون ثيتر مود، يكون بطول الشاشة. يعني أرويكم، هذا هو ثيتر مود، هذا ليس بفول سكرين ولكنه ثيتر مود. الجانب الآخر وهو مهم جدا، استهلاك البيانات نفسه. يوتيوب يعطيك ميزة استهلاك البيانات بجودة أقل، يعني ممكن تتقلل الكواليتي هنا إلى أقصى أو أقل حد ممكن، اللي هنا في الحالة 144 بكسل بدل ما يكون 720. أنا أصلا حملت الفيديو على 720 لكن هناك بعض الفيديوهات توصل إلى 4K و HD واللي هي أعلى بكثير من هنا. لكن لما تشوف الفرق في استهلاك الداتا البيانات من غير ما يأثر على الجودة، يعني ممكن أخلي هذا 720 وما يتأثر أبداً، الجودة ما تتأثر مثل ما شايفين. إذا عملته بجودة أقل مثل ما عمله الحين يكون جودته أقل ما يكون، تأثيره يكون بسيط جداً، يعني ما ملاحظ حتى فرق بين البيانات اللي تؤدي الغلط. الآن وين الفرق الكبير؟ الفرق يكون وأنت ممكن تختار الأفضل بالنسبة لك أنت، لأن كل ما كان أقل كل ما كان استهلاك البيانات. What is that 1% that is needed? These are the 1%. إذن إذا رحنا نشوف البيانات نعرف إنه على HD هو 1080 بيكسل يستهلك اليوتيوب الواحد الفيلم واحد الساعة الواحدة 750 ميجا بايت. انت اذا عندك 1 جيجا ما يكفيك يعني حتى ساعة ونص. لكن لو قللت الى 480 او 360 ثم لاحظين او 240 حتى، اذا هي ما في داعي يعني الى وضوح الصوت بالدرجة عندك انت نسخة من السلايدات، اذا ممكن تستخدم 240 اللي هي تستهلك فقط 100 ميجا بايت في ساعة. معناته أنت ممكن اللي تستهلكه خلال ساعة على 4K مثلاً ممكن تستهلكه لعشر ساعات فقط بتقليل اللي هي الجودة اللي هي متاحة في اليوتيوب أصلاً. يعني أنت تروح على هنا وتقلل الجودة قبل لا تبدأ أي شيء وثبت الجودة على أي من هذه الأرقام، كل ما طبعا بالتأكيد يتقل جودة، يعني مثلا هذا أقل من هذا وأقل بالتأكيد عن 4K ولكن كمية البيانات تصل إلى يعني 90 ضعف الانتجاز بفرحة، خصوصا إذا استخدم بطاقة وكذا. هذه جزئية. الجزئية الأخرى وهي مهمة جدا أيضا يعني إن اليوتيوب يخليك ومفعل في أغلب الفيديوهات إذا كان غير مفعل يعني من قبل الشخص نفسه، اللي هي الكلوز كابشنينج، هذه السبتايتلز. انت اذا ضغط عليه يعطيك ايش اللي انا اقوله جالس في المحاضره. فلو ما انت فاهم كلام يعني ديفايد انتو ديفرنت تايبس اوف نيوترينز اور اليمنتس اني ار كولد دي 16 اوف ذيم ار كولد اسينشال. جميل، اذا هذا هو اللي هو ترجمه، وهذه مهمه للناس اللي هم ما قادر يتابع صوت ما واضح او في ازعاج في البيت او شيء ثاني. الجزئيه الاخرى انت ايضا كذلك، انا حتى الان ممكن اسرع الفيديو نفسه عشان اقلل الوقت اللي اشتغل فيه. And these are the three that are taken up from the air or from the water. هذا العادي، لكن ما يتأثر كثير اذا انا زدت السرعة شوية ووفى على نفس الوقت. يعني ممكن ازيد السرعة الى
واحد ونص من غير ما يظهر كثير الفرق. And 13 others are actually in the soil in large amount and very rare that we need to actually apply these nutrients, but they are available. And إذن هذه هي بعض الخطوات اللي هي ممكن توفر لك بيانات. الشيء الآخر هو هذه نفسها أنت لو ما فهمتها باللغة الإنجليزية الترجمة ممكن تروح على هنا وترجم الموضوع بأوتو ترانزليت لأي لغة كانت مثل اللغة العربية. وبالتالي أنت تترجم هذا المقطع بالعربية. These are the 1%. الترجمة طبعاً. They divide into different types of. طبعاً هذا يتيح لك إنك تتعلم أيضاً من يوتيوب لغات ثانية. اللي هو ممكن واحد يستفيد منه كيف؟ ممكن تروح إلى أي لغة ثانية. مثلاً هذا باللغة الإسبانية. Una gala de beneficencia. Estaba esperando en una mesa. Y estaba cantando en el escenario Taylor Swift. Estaba haciendo muy bien. Terminó su actuación. Salió del escenario al pasar al lado de mi mesa. Se me quedó mirándome y dijo mi nombre. Dice, Antonio Banderas. Y yo pensé, wow, me conoce Taylor Swift, ¿no? Una sonrisa muy blanca, unas piernas muy largas y tal. Pero añadió inmediatamente, a mi abuela le encantan tus películas. Digo, إذن هذه بعض النقاط اللي الواحد ممكن يستفيد منها في اليوتيوب. أولا تقليل حجم البيانات اللي مستخدمة. ثانيا تسريع اليوتيوب، تسريع الفيديو نفسه، أيضا قلل الوقت وبالتالي قلل البيانات. وكذلك الترجمة نفسها سواء كان باللغة الإنجليزية تتابع المحاضرة أو باللغة العربية على أساس تعرف إيش اللي ينقال لو كنت ما فاهم الإنجليزية. الله يوفقكم ويساعدكم وإن شاء الله تعالى تسلموا.